أهلا بكم في اليوم السابع، نستعرض لكم ما اهتمت به الصحف على مدار أسبوع كامل. نناقش ونحلل آراء الكتاب في أبرز المواضيع والملفات. قبل أن نبدأ نقاش الليلة مشاهدينا، دعونا نرى أهم الملفات التي تناولتها الصحف الإقليمية والعالمية. نبدأ من صحيفة الأخبار اللبنانية التي عنونت إحياء خريطة أردوغان، السوريون ضحية للبازار التركي. سافوبدنايا بريسا الروسية والتي تساءلت هل يمهد انضمام فنلندا والسويد للناتو إلى تفكيك الحلف. العرب اللندنية كتبت العراق المحرج من قفل المخلب يحرك دعوة تلزم تركيا بدفع ملايين الدولارات. ذا تايمز البريطانية تساءلت ما تأثير دبلوماسية ماكرون مع موسكو على حظوظه في الانتخابات. أما أحوال تركيا عنونت بهجلي عاجز عن وقف الانهيار السريع لحزبه. فورين أفيرز الأمريكية قالت تداعيات عالمية هائلة، ماذا لو طال أمد الحرب في أوكرانيا؟ هذه كانت أبرز الملفات التي تداولتها الصحف على مدار أسبوع كامل. يأتي هجوم جيش النظام التركي الأخير على مناطق في إقليم كردستان بعد أكثر من 20 هجوما خلال 3 عقود. لم تستطع هذه الهجمات من تحقيق أهدافها المعلنة، فما الجديد في هذا الهجوم من حيث دلالات توقيته وأهدافه وارتباطه بأزمات تركيا الداخلية وتراجع شعبية أردوغان وحزبه الحاكم، لطالما أن الانتخابات المقبلة هي مصيرية لمستقبله السياسي؟ هذا ما سنناقشه مع نخبة من الباحثين والمحللين. نشرت وكالة نورث بريس مقالا للكاتب خورشيد دلي تحت عنوان قفل المخلب دلالات التوقيت. إن العملية التركية جاءت بعد 3 أيام من زيارة قام بها رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البرزاني إلى تركيا، حيث اجتمع مع أردوغان بحضور رئيس استخباراته هاكان فيدان ومع إجماع الطرفين على بحث القضايا الأمنية. كان لافتا حديث وزير الدفاع التركي خلوص أكارا عن أن العملية التركية تجري بالتعاون مع أصدقاء وحلفاء تركيا. حمل اسم العملية قفل المخلب دلالة بارزة إذا فهم من هدف التسمية إغلاق مناطق عديدة على مقاتلي حزب العمال الكردستاني بهدف تأمين خطوط نقل الغاز والنفط من إقليم كردستان إلى تركيا بعد أن وضعت الأخيرة غاز إقليم كردستان نصب عينيها، وهو ما يوحي بصفقة بين الطرفين تقوم على نقل الغاز من حقلي خورمور وجمجمال في الإقليم إلى تركيا ومنها إلى أوروبا. في التوقيت جاءت العملية العسكرية التركية في ظل انشغال العالم بالحرب الروسية على أوكرانيا وكذلك بالفراغ السياسي الذي يشهده العراق بعد فشل انتخاب رئيس جديد للبلاد ودخول الأخيرة في حالة انسداد سياسي. في التوقيت أيضا إن هذه العملية جاءت في ظل مفاوضات تركية أمريكية مكثفة بخصوص الأزمة الروسية الأوكرانية، لعل أردوغان يعرف كيف يستغل الأزمات الدولية والمواقف المطلوبة من تركيا إزاءها للتحرك نحو أهداف يعتقد أن تصب لصالح سياسته الداخلية. سيناريو ربما لا يغادر تفكير أردوغان، لطالما يعتقد أن الوصول إلى قنديل سيحقق له ما يسعى إليه في انتخابات صيف العام المقبل، حيث حلمه بتركيا تركيا عام 2023. أسطورة قنديل التي تحمل من التعقيدات الجغرافية العابرة للحدود ومن خبرة قتالية كبيرة تحصنت في الجبال وتحتها، نجحت مرارا في منع العمليات العسكرية التركية السابقة في تحقيق أهدافها، وقد تجعل من عملية قفل المخلب مجرد رقم جديد لا أكثر في سلسلة العمليات التركية، وهو ما سيعمق من لغزها في العقل السياسي التركي الذي لم يستنتج إلى الآن
أن هذا اللغز يحل في أنقرة وعلى طاولة الحوار وعبر الدخول في عملية سياسية لحل القضية الكردية ديمقراطيا، وكل خلاف لذلك لن يكون سوى هدر للوقت والأرواح والأموال. ونقاش أوسع أرحب بضيوف الكرام، من السليمانية الباحث والحقوقي آرام حاجي، ومن دهوك المحلل السياسي سامي ريكاني. أهلا بكم ضيوفا أعزاء. أهلا وسهلا بك ومرحبا. أهلا وسهلا. أبدأ معك أستاذ آرام، اليوم كيف تقيمون تصريحات النظام التركي عن أن الهجوم على بعض مناطق إقليم كردستان يجري بالتعاون مع أصدقاء وحلفاء أنقرة؟ بداية السلام عليكم، طاب مساءكم جميعا، تحياتي لكم ولضيوفكم الكرام. يعني مسألة العملية العسكرية الأخيرة التي قام بها الجيش التركي، يعني هي صراحة لا لبس فيها ولا غموض من التعاون من قبل قوى ومجاميع مسلحة، منها ميليشيات ما يسمى بالجيش السوري وما إلى آخره من الميليشيات القتلة التي عاثوا في شمال سوريا فسادا وتشريدا للمواطنين السوريين وعلى رأسه من المواطنين الكرد في رجابة. التعاون تأتي نتيجة يعني نوع من التنسيق المشترك بين هذه القوى ومنها بدك في شمال العراق، لأنها يعني تخدم نوعا من التقاء المصالح المشتركة والمتبادلة بين كل من الحكومة أنقرة والديمقراطي أو بدك في شمال العراق والمجامع المسلحة الأخرى التي تشارك وتساند الجيش التركي في هذه العملية. ولكن مسألة التقاء المصالح في الأزمات التي تشهدها بين كل من حكومة أنقرة وبدك في شمال العراق، أن تركيا يعني بعد انتكاستها لمعالجة مشاكلها الداخلية والعمل والإصرار على أقلمة هذه المشاكل، تحاول التنصل من مسؤوليتها الداخلية تجاه معالجة مشاكلها السياسية والمدنية والديمقراطية وعلى رأسها معالجة المشكلة الكردية في تركيا. أما على الصعيد العراقي وخصوصا على صعيد إقليم كردستان، إن الانتكاسات السياسية التي شهدتها موقف الديمقراطي الكردستاني بعدم دستورية قانون النفط والغاز للإقليم والتحالف ومشاركتها في التحالف السياسي الصدري السني ويعني عدم نجاحها في تأمين مشاركة مهيمنة سياسية ومشحونة بتدخل التركي على السيادة السياسية للدولة العراقية، كلها أدت إلى خلق نوع من الاختناق السياسي على الموقف الديمقراطي. لذلك التجأت، وحتى قبل استدراكها بهذا الأمر التجأت إلى مساندة تركيا بغية إخراجها من الأزمة والاختناق السياسي التي تشهدها موقف السياسي للديمقراطي الكردستاني. لذلك لا تخفي الموقف التركي هذه المساندة المستندة على نوع من تبادل المصالح المشتركة. تركيا تحاول أقلمة مشاكلها الداخلية، والديمقراطي تحاول التنصل من مسؤولياتها الفيدرالية والسياسية سواء تجاه العراق أو تجاه الحكومة الائتلافية المشكلة في إقليم كردستان. لذلك نرى يعني محاولة التعامل بكيل بمكيالين. ومسألة العملية العسكرية يعني أساسا لا تمت بصلة في مواجهة العمال الكردستاني، وإنما الـ 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 يعني العمال الكردستاني أصبحت مبررا بيد الاستراتيجية التركية للسيطرة على منابع الطاقة ومصادر الطاقة سواء
في شمال سوريا أو في شمال العراق. طيب لو انتقلت إليك أستاذ سامي، أستاذ سامي اليوم ما هو موقف حكومة إقليم كردستان تجاه هذا الهجوم، خاصة أنه جاء بعد زيارة رئيس حكومة الإقليم إلى تركيا وحضور اجتماع اعتبره محللين سياسيين أمنيا بامتياز؟ أستاذ سامي هل تسمعني؟ الصوت ينقطع، ما أسمع شيء. طيب أستاذ سامي اليوم ما هو موقف إقليم كردستان تجاه هذا الهجوم، خاصة أنه جاء بعد زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان إلى تركيا وحضوره اجتماع وصفه الكثير من المحللين السياسيين بأنه أمنية بامتياز؟ مرحبا بك وبضيفك الكريم أخي العزيز. قبل الدخول في الموضوع يجب أن نبتعد عن اتهام بعضنا البعض وأن نرى أو ندرس الواقع بصورة أكثر واقعية وعقلانية حتى نستطيع أن نخرج أو نرى نفقا للخروج من الأزمة المستمرة التاريخية والحديثة، خاصة القضية الكردية ما بين المثلث التركي العربي الإيراني، أزمتنا خاصة بعد انقسامات المناطق الكردية على هذه الدول، أصبحت كثيرا من المواقف أو كثير من الأوقات تتصادم المصالح جهة معينة أو جزء معين من الواقع الكردي مع الجزء الآخر، وهذا ما نشاهده مع القضية الكردية وفق الرؤية الكردية في أقليم كردستان ووفق الرؤية الكردية مثلا للPKK وأزمتها مع إيران، وكذلك بقية الأحزاب مثلا المرتبطين بالواقع السوري. فباعتقادي يجب أن نبتعد عن الاتهام أي جهة تقوم وفق مصالحها بإدارة مصالحها كأقليم كردستان، فواقعها تختلف كليا عن واقع جهة أخرى مثل الحزب العمال الكردستاني التي لحد الآن هي تعمل في حالة الثورة يعني أو الكفاح المسلح. فهناك اختلاف جذري حول الطموح والاستراتيجيات والتعاطي مع الأزمات في المنطقة. يجب أن نراعي هذه النقاط أو المرتكزات الأساسية. طيب. وأن لا نخرج من خصوصيات ما تتمتع به كل منطقة أو ما تميز منطقة كردية عن الأخرى. لذلك اختلاط الأمور والنظرة إليها كإطار واحد هذا خطأ فادح. نحن عندما نتابع أو نقيم الأوضاع على الأرض سواء على مستوى العراق أو سوريا أو تركيا، لذلك حتى نكون منصفين، أن الواقع الكردي في أقليم كردستان واقع رسمي مرتبط جزئيا ببغداد وجزء آخر مرتبط بالمصالح الأقليمية، هذا لا أحد ينكره. فكل الدول أو النمط الحالي صفة العلاقات هي قائمة على الترابط الأمني، الترابط الاقتصادي، الاستراتيجي. يعني هناك تدفعك ظروفك، يجب أن تتعامل مع هذه المعطيات التي هي موجودة لا تستطيع أن تبتعد عنها. إذا ابتعدت عنها فلن تكون لك وجود. لا أستطيع مرة أخرى أن أعيد نفس التاريخ كيف تشكل أقليم كردستان ومر بمراحل صعبة بسبب العداء الأقليمي ضد أقليم كردستان، واستمر بمحن انتقلت من الحرب ما بين الأحزاب الكردية بدافع وبضغط خارجي وتدخلاتهم، وأدت بعد ذلك إلى اتفاق واشنطن بين الحزبين الرئيسيين الكرديين، ومن ثم خرجت الأزمة مع حزب العمال. يجب أن نقيم ما دور أو كيف نعالج مسألة وجود حزب العمال الكردستاني. يجب أن نبتعد عن الخطاب الدجاجة من البيض أم البيض من الدجاجة. يعني هل الأتراك بدافع حزب العمال دخلوا إلى منطقة أقليم كردستان أم بالعكس لها أهداف أخرى، أو أتت حزب العمال الكردستاني تحارب تركيا في أقليم كردستان؟ يجب أن نخرج من هذا النفق الذي ليس له نهاية. يعني عقدة فلسفية
يعني لن تنتهي منها إذا نظرنا من هذه الوجهة، نتهم حزب العمال الكردستاني أو يتهم حزب العمال الكردستاني أقليم كردستان وتطلعات الشعب الكردي في أقليم كردستان وعلاقاتها الأقليمية والدولية. طيب أستاذ سامي، رئيس أقليم كردستان ذهب إلى بريطانيا وإلى فرنسا وإلى أمريكا، يذهبون إلى كل المناطق لأن هذه كيان موجود معترف به دوليا يا أخي. طيب ما العيب في ذلك أن يتواصل مع هؤلاء؟ أستاذ سامي، لعب في التواصل مع أحد، ولكن اليوم ما هو موقف حكومة إقليم كردستان من هذا الهجوم؟ أنا حسب تحليلي، أنا لا أمثل الحكومة الكردية ولا أمثل أي حزب، وتاريخي يشهد بأنني كنت ضد التدخلات التركية سواء على مستوى سوريا أو تعاملها مع القضية الكردية في تركيا أو في أقليم كردستان من البداية ولحد الآن، وموجودة في فيديوهاتي كم أشرت بأن التدخلات التركية ستؤدي إلى أن يقع الأقليم كردستان في شلل كامل بسبب عدم التعاطي السليم ما بين الحزب العمال الكردستاني وكذلك الأحزاب الكردية في أقليم كردستان للتعاطي مع هذه المسألة، وهذه المسألة خطيرة جدا وهذا ما سيضعف الواقع الكردستاني. طيب، بالنسبة لسؤالك الذي موقف أقليم كردستان، أنا باعتقادي حسب رؤيتي يعني أرى أنها لتجنب الحرب الأخوة الكردية مع حزب العمال الكردستاني، لتجنب هذا وكذلك لحل مشكلة التواجد حزب العمال الكردستان في أقليم كردستان، فإن تركت الأمر بالدرجة الأولى لكي يعبر أو يمثل بغداد للتعاطي مع هذه الأزمة باعتبارها هي قضية وطنية وترتبط بقرارات وصلاحيات المركز في التعاطي مع هكذا مسائل. طيب، وأنا باعتقادي هي خطوة يعني خطوة سليمة إلى حد ما لسبب قفل المفاوضات ما بين أقليم كردستان وبين حزب العمال الكردستاني، كل له رؤيته في التعاطي مع الواقع المستجد والتي يتطور يوما بعد يوم. طيب أستاذ سامي، لو انتقلت بسؤالي إلى أستاذ أرام، أستاذ أرام، لنذهب إلى موقف الحكومة الاتحادية رغم التصريحات وما يصفه بعض السياسيين بأن حرب دبلوماسية بين بغداد وأنقرة، يبدو أن تصريحات النظام التركي تجاه بغداد لقد سبب لها حرجا. اليوم هل يمكن فصل تزامن هجوم النظام التركي على إقليم كردستان وهجوم القوات الأمنية العراقية على قوات حماية سنجار، وقبلها بناء الحكومة العراقية حدود فاصلة بين سنجار وشمال شرق سوريا؟ اليوم هناك تساؤلات عن من يمول بناء هذا الجدار الفاصل. نعم، يعني صراحة الموقف الحكومة الفيدرالية نتيجة الظرف السياسي التي تعيشها، سواء هي تصارعات بين الكتل والأحزاب السياسية حول تشكيل الحكومة المقبلة، نرى بأنها كمرات سابقة وكما شهدتها في السابق هي موقف ضعيف لا تستند إلى جرأة سياسية واستراتيجية واضحة. ربما بالإمكان تفسيرها تأتي هذا الموقف الضعيف نتيجة الظروف السياسية المتشابكة التي تعيشها الحكومة الفيدرالية، ولكن يعني لو نظرنا إلى التزامنات بين ما يحدث في سنجار وبين ما جرت حول تشكيل الجدار العازل بين باشور والروجافا وما نراه من يعني نوع من المطالبة أو نوع من التنصل من المسؤولية حول مشاركة الجيش العراقي في مواجهة العمال الكردستاني، أنا أود أن أشير يعني بداية إذا لا تستند إلى نوع من التزامن، لماذا تعالت الأصوات حول هذا الأمر تنفيذ الاتفاقية الأمنية والتي أنا أرى فيها ليس لا تستند إلى نوع من الاتفاقات، لأن الاتفاقيات يجب أن يكون أطرافها واضحة وصريحة، إنما ما يسمى باتفاقية سنجار هي حصرا اتفاقية أمنية بين الديمقراطي الكردستاني والسلطة التنفيذية الموجودة في بغداد، وأنا أرى إن ما جرت
حول بناء الجدار وما يجري الآن في شنغار تأتي كنوع من المقايضات السياسية حول تأمين بقاء الكاظمي على السلطة كرئيس لمجلس الوزراء، وليس هي تستند إلى نوع من الاستراتيجية الفيدرالية المتبعة من القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية وتشكيل الحكومة العراقية الفيدرالية، وإنما هي تأتي كنوع من المقايضات أو من نوع من المساومات السياسية بين هذا الحزب أو ذاك. لذلك يعني الموقف الفيدرالي تغيب تماما. إذا فسرناها بموقف الفيدرالي حول أزمة سنجار وأزمة العمال الكردستاني في قنديل، أما فيما يخص بمواجهة العمال الكردستاني، كان من الأولى تجاوب حكومة أنقرة لحل المشكلة الكردية المستعصية على حلها، وهي تستنكر هذا الأمر داخل تركيا. إذا كانت هناك تجاوبات للإقرار بوجود القضية الكردية داخل تركيا لما وجدنا العمال الكردستاني في قنديل. طيب. كما استنكرت النظام البعثي البائد القضية الكردية في العراق، ووجدنا الأحزاب الكردية في إيران كالديمقراطي وغيرها والاتحاد الوطني وغيره من الحزب الشيوعي والحركات الإسلامية والحركات الاشتراكية. طيب. لذلك نرى أخي الكريم سيد الكريم تفضل. إذا أردنا تقييم الوضع بموضوعية، يجب أن يكون للحكومة الإقليم وليس الأحزاب المشاركة في تشكيل حكومة الإقليم. إنما يجري الآن على يد الديمقراطي وباسم حكومة الإقليم تفتقر إلى مواقف الأحزاب السياسية المشاركة في تشكيل حكومة الإقليم. طيب. ولم نلتمس لحد الآن موقف رسمي من حكومة الأقليم، لأن حكومة الأقليم هي حكومة ائتلافية مشكلة من مجموعة من الأحزاب وعلى رأسهم الديمقراطي والاتحاد الوطني والتغيير وما إلى ذلك، ومن المكونات الأخرى. أستاذ أرام، لكي لا أطيل على ضيفي، لو انتقلت بسؤالي إلى أستاذ سامي. أستاذ سامي، اليوم كان هناك زيارة لرئيس حكومة الأقليم إلى لندن، ويبدو أن هناك مشروع لنقل أو إمداد الغاز إلى أوروبا عبر غاز مناطق الإقليم عبر تركيا وإلى أوروبا. اليوم ألا يزيد هذا المشروع، مشروع إمداد الغاز إلى أوروبا، الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وخاصة كان هناك قرار من المحكمة الاتحادية بوقف نقل الغاز وإمدادات الغاز فيما يخص الغاز والنفط، كيف تقيمون ذلك؟ أخي العزيز، يعني مسألة الغاز والإعلام أو تجديد التركيز في هذه الأيام الأخيرة حول تعاطي أقليم كردستان مع مسألة الغاز، وبعد الصراع اللي حدث أو الأحداث في أوكرانيا، وحاجة دولية إلى وجود إيجاد بديل للغاز والنفط الروسي مخافة من تصعيد أو استمرار الحرب ما بين روسيا واتحاد أوروبي. فباعتقادي أن تضخيم الأمر إلى هذا المستوى الذي نراه على الشاشة الفضائيات وكذلك من قبل المحللين يعطونه حجما أكثر من حجمها، أن مسألة الغاز وكذلك خاصة التحركات في أقليم كردستان تأتي هي كمراحل بدائية، والتحضير لما يستطاع أو ربما هي التهيئ إذا يعني هي في مسألة إذا صار هناك حاجة وهناك استراتيجية لإيجاد مخرج آخر في المنطقة الشرق الأوسط للملمة أو إعادة هيكلة الغاز والنفط في منطقة الشرق الأوسط، ومن ضمنها أقليم كردستان والعراق وإيران أيضا تدخل ضمن هذه التجاذبات ما بين الطرف الذي يضغط لكي لا يكون هناك تحالف لإيجاد بديل، والتي تحركها روسيا وتضغط على المنطقة الشرق الأوسط والدول، وكذلك في المقابل أوروبا أيضا تضغط على دول الشرق الأوسط ومن ضمنها أقليم كردستان، باعتبار هي ليس كمنفردة ولكن لا تأتي تحركاتها بعيدة عن المركز من جهة، وكذلك هي تدخل ضمن
ضمن يعني الاتفاقات الأقليمية الدولية التي هي نقطة من تلك النقاط التي يركزون عليها، لربما يرون هل من الإمكان بعد سنة أو سنتين أو 3 سنوات بالإمكان يعني إيجاد مخرج أو بديل للغاز الروسي، لأن الأوروبيين يعني يخططون لزمن بعيد، فهم حتى إذا انتهى حرب أوكرانيا فأنهم يرون بأن حروب الحرب الباردة سوف تستمر سواء مع الصين أو مع روسيا في المراحل القادمة، وأن النظام الدولي سوف تتغير وكذلك التعاطي مع مسألة الغاز والنفط سوف تتغير القواعد، لذلك فهم يهيئون لبعد 5 سنوات أو 10 سنوات وليس هي متعلقة بالظرف الحالي. فأقليم كردستان سواء من جانب اللوجستي أو من جانب التكتيك أو العملي عدا العوائق القانونية سواء من قبل بغداد أو حتى الداخلية أو حتى ما بين المنطقة المتواجدة بها، يعني هي تحتاج إلى زمن طويل ليس أقله من 2 إلى 3 سنوات. فتضخيم الأمر إلى هذا الحد أنا باعتقادي ليس واقعيا، ويجب أن ننظر إلى الواقع بنظرة أخرى. هي أنتم ترون التحركات على المستوى العالمي، كل الأطراف يتحركون لكي يستفيدوا من الطرفين، الطرف الأمريكي الأوروبي والأمريكي الذي يقودون حملة على مسألة الغاز والنفط في المنطقة لإيجاد بديل، وكذلك روسيا التي تحاول بكل الطرق أن تجعل من الغاز كورقة ضغط على أوروبا لكي تتنازل أمام روسيا وتضغط على دول الشرق الأوسط ومن ضمن أقليم كردستان. أخي يجب أن نتذكر أقليم كردستان الغاز الموجود لحد الآن هي شركات روسية تخرجها لحد الآن وشركة إماراتية. يعني إذا أتينا إلى الموضوع، فسواء كان إمارات أو سواء كان المنطقة التي تعبر منها الغاز الكردستاني عبر تركيا، ففي نهاية المطاف صاحب القرار هي روسيا وأقليم كردستان، وروسيا علاقاتها مع إيران ومع العراق أنا باعتقادي يعني تصعب يعني الأمر، وليس أمام الأقليم كردستان والجانب الكردي سوى التعاطي مع ملف الغاز والنفط بوضع هذه المشاكل أو هذه النقاط أركان الرئيسية بنظر الاعتبار عندما تذهب إلى هذا الاتجاه. وأنا باعتقادي وأنا مطلع على جزء معين يعني وكبير من هذه التحركات بأنها ليست خارجة وبعيدة من التوافقات العراقية مع أقليم كردستان، وهي مطلعة على أكثرها، ولكن هم يعلمون أنها مجرد هي جت نبص من قبل الأطراف الأقليمية ليكتشفوا ما مدى إمكانية نجاح هذه الخطة والتي أقليم كردستان أيضا من ضمنها. طيب مشاهدينا وضيوفي الكرام، نقاشنا مستمر، ولكن بعد أن نتابع تقريرا نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية للدكتور محمد نور الدين تحت عنوان عملية المخلب القفل، تركيا تستكمل شريطها الأمني. تحظى العملية العسكرية التي تقودها تركيا في شمالي العراق باهتمام كبير داخل البلاد وخارجها، انطلاقا من خصائص عديدة ميزتها عما سبقها من سلسلة المخلب. وبحسب مراقبين أتراك فإن العملية الجديدة تستهدف السيطرة على منطقة الزاب بما يتيح وصلها مع المناطق الحدودية الأخرى وإنشاء شريط أمني تحت سيطرة الجيش التركي بعمق 30 كيلومترا داخل العراق. فضلا عن ذلك، بدا لافتا أن وزير الدفاع ورئيس الأركان أشار جولر وقادة القوات المسلحة كافة أداروا العملية التي بدأت مباشرة بعد انتهاء زيارة رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور البارزاني إلى اسطنبول ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وتعليقا على هذه التطورات، يرى الكاتب مراد يتكين أن العملية الجديدة تتميز بأكثر من خاصية. الأولى عنصر المفاجأة، ذلك أنها تمت في شهر رمضان ولم تصدر مسبقا أي إشارات حول احتمال بدئها، باستثناء تصريح لوزير الداخلية سليمان سويلو قال فيه إن تركيا ستحرر العراق وسوريا من يد أمريكا وأوروبا. وتتمثل الخاصية الثانية في أن العملية تجري في ظل انشغال العالم بالحرب في أوكرانيا والوساطة التي تجريها أنقرة بين موسكو وكييف، والتي تحظى بتقدير الغرب الذي تراجعت نسبيا لغته المعادية لتركيا.
على الضفة الأخرى ترى ميرال بشتاش رئيسة كتلة حزب الشعوب الديمقراطية الكردي في تركيا أن العملية ليست إلا بداية حقبة جديدة من السياسات العسكرية التي تهدف إلى التغطية على الجوع والفقر والبطالة والجرائم، مضيفة أن سبب هذه الحرب هو العجز عن حل المشكلات الداخلية. وتتهم بشتاش أيضا حزب الحركة القومية بالشراكة في كل هذه الجرائم، كما تتوقف عند محاولات حزب العدالة والتنمية إنهاء حزب الشعوب الديمقراطي. مشاهدينا وضيوفي الكرام، أهلا بكم من جديد. بالعودة إليك أستاذ آرام. أستاذ آرام، اليوم ما هي العلاقة أو هل هناك علاقة بين الهجوم التركي، هجوم النظام التركي على أقليم كردستان، وما تعانيه تركيا من أزمات داخلية وتراجع في شعبية رئيس النظام التركي والانتخابات المقبلة؟ هل هناك من رابط؟ بالتأكيد سيد الكريم، يعني هناك روابط يعني أساسية بين هذا الموقفين، لأنه الاستراتيجية التركية المعروفة هي تحاول أقلمة مشاكلها الداخلية يعني والتنصل من مسؤولياتها في حل المشاكل الداخلية. إذا كانت هناك معالجات جدية وجادة من قبل حكومة أنقرة حول يعني حل المشكلة الكردية كما صرح بها سيد أوكالان في السابق، يعني لا تحتاج إلى أقل من أسبوعين لمعالجة هذه المشكلة. ولكن عندما نرى أن إضافة إلى التنصل من مسؤولية حل المشكلة والقضية الكردية داخل تركيا، والسياسة والاستراتيجية الاستبدادية التي تقوم بها حكومة أكبا يعني حول الريادة وقيادة الإخوان العالمي داخل تركيا وفي منطقة الشرق الأوسط برمته، هي التي أثقلت كاهل هذه الحكومة بمشاكل عديدة، منها التراجع على المستوى الديمقراطي والمدني، ومنها على تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين الأتراك، ومعالجة الأزمات الداخلية والانتكاسات الاقتصادية التي مرت بها تركيا إبان هذه الحقبة التي تحكم بها العدالة واللا تنمية التركية زمام الأمور في أنقرة. لذلك نرى إن أقلمت أو اتباع استراتيجية أقلمت المشاكل الداخلية لتركيا هي التي زادت الطين بلة، سواء على كاحل الوضع السياسي في سوريا أو في العراق أو في الدول المجاورة الأخرى، يعني حتى التي تمتد إلى الأزمة الأوكرانية يعني في 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 بحر الأسود، وبحرنة الاستراتيجية التركية في منطقة البحر الأبيض المتوسط. أن تركيا بهذا الأمر ولم يخفى الأتراك هذا الأمر، يعني مثل ما صرحوا به، إنما على أي أساس يعني يصرحون بتحرير العراق وسوريا من 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 نير الأمريكان والأوروبيين؟ يعني هل قدمت سوريا والعراق وصايتهم إلى 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 حكومة أنقرة؟ وبأي حق يعني يحق له التصريح بهكذا من التصريحات العجيبة والغريبة؟ ربما يعود إلى موضوع الميثاق الملي أستاذ آرام. سيدي الكريم، الميثاق الملي هي ميثاق محلي داخلي لا تستند إلى أي مقومات سواء إقليمية أو دولية، يعني كما هو مدون في سيواس ونحن نعرف جيدا وعلى دراية كاملة بمضامنها. إنما تدعي بها حكومة أنقرة هي توظيف هذا الميثاق حول أبعادها الإقليمية والداخلية، لأنها تنتظر مئوية انتهاء معاهدة لوزان، وإن كانت بنودها لا تستند إلى نوع من التوقيتات الزمنية. هذا يعني أرجو يعني أخذها بالحسبان. ولكن مسألة التعامل بمصادر الطاقة والتعامل مع يعني مصادر الطاقة خصوصا في العراق هي مسألة دستورية ومسألة فيدرالية، وتعتبر من الأمور السيادية. ليس من حق أي حزب أن الانفراد بالتعامل معها.
طيب. هنا تكمن المشكلة الأساسية في الموقف الديمقراطي، إنها تحاول التفريد بهذا الأمر وتوظيفها في معالجة الأزمات والانتكاسات السياسية التي شهدتها بعد الانتخابات الأخيرة التي جرت تشكيل حكومة جديدة في العراق. حتى رغما عن إرادة الاتحاد الوطني المشارك معها في تشكيل حكومة ائتلافية في الإقليم كردستان، إن لأن المصادر الطاقة التي تحاول مد يدها من قبل الديمقراطي هي ضمن مناطق الاتحاد الوطني الكردستاني، رغما عن إرادة الاتحاد الوطني الكردستاني تحاول مد اليد. طيب أستاذ عرام، غير فيدرالي لهذا الأمر، وتحاول بالتنسيق مع حكومة أنقرة يعني توظيفها لمعالجة المشكلات الداخلية لتركيا والانفتاح على نوع من الوضع السياسي للديمقراطي. طيب أستاذ عرام، لكي لا أطيل على ضيفي أستاذ سامي. أستاذ سامي، اليوم رئيس النظام التركي كثيرا ما يصعد إلى أعلى الشجرة في شروطه وفي أيضا في سقف مفاوضاته، ولكن عندما يصطدم بالعوائق ينزل لوحده ويضطر للتفاوض مع الجميع. رأينا دعم النظام التركي للإخوان وكيف تخلى عنهم في مصر، وكيف تناقض أو كان هناك خلافات مع السعودية والإمارات وكيف تراجع عن ذلك. اليوم ماذا لو فشل هذا الهجوم؟ أخي العزيز، لا أدري، الحوار يذهب في لها يعني فروع وتشابك في مواضيع كلها تتداخل حول موضوع كنا مركزين عليها، مسألة وجود أو التحرك التركي على أقليم كردستان، الأبعاد والمعطيات حول هذا الأمر وحل مشكلتنا نحن ككرد بالدرجة الأولى، وكذلك علاقة الواقع العراقي، علاقة أقليم كردستان وبغداد بهذا التحرك، وجود حزب العمال الكردستاني وحجة الأتراك التدخل بسبب حزب العمال، وكذلك تدخل حزب العمال الكردستاني في كل الشؤون وإرادتها في تسيير الواقع ضمن رؤيتها بأنها أتتنا إلى هنا لمحاربة تركيا. فهذه القضايا الرئيسية التي تفيد الشعب الكردي وكذلك الشعب العراقي. أما قضايا تركيا فتركيا تعلم ما تفعل، تتنازل حينما تتنازل وهي ترفع رأسها، وكذلك عندما تتحرك أيضا ترفع رأسها وتتحرك، فهذه سياستها. نقاط الضعف والقوة هي مرتبطة بواقعها، ولكن هو عندها الدولة ومستقرة وتعيش، أما اللعبة التي تتعاملها سواء كان بين أحزابها واتخاذ تحركاتها على المستوى الخارجي من ضمن الاستراتيجية أو الدعاية للانتخابات المقبلة أو لانكسارات الموجودة في تركيا، فهذه الأمور أنا باعتقادي هي لا تهمنا بهذه الدرجة. هو صحيح أن التحركات التركية لحد الآن كانت سياستها تصدير الأزمات إلى الخارج والتدخل في الواقع الدولي ولتشكيل روح عثماني جديد في الشعب التركي، وهذه يعني أي حكومة إذا تتعامل معها، يا ليتنا نحن الأكراد فعلنا هذا الشيء، أوجدنا الروح الكردياتية في علاقاتنا، في تعاطينا، في استراتيجياتنا، في حل مشاكلنا سواء بين الأحزاب الكردية أو سواء بين الأحزاب الكردية الداخلية هنا ومع الأحزاب الأخرى في سوريا أو بككة أو أي منطقة كانت، سواء مع علاقاتنا مع بغداد وحتى مع الدول الأقليمية. نحن لا نستطيع أن ننفك من هذا المحيط يا أخي العزيز، يجب أن نركز عن واقع ما نحن دورنا في هذه التحركات التي يعني نراها أنها تجتمع على رؤوسنا. كيف سنخرج من المعادلة بصورة بأقل الخسائر إذا لم نستطع أن نحصل على فائدة على الأقل بأقل الخسائر؟ كيف نخرج من هذا الصراع الدائر؟ كيف نخرج أستاذ سامي بأقل الخسائر؟ نعم أخي، أولا التعاطي مع الواقع بواقعية. أخي العزيز، تحميل حزب العمال الكردستاني كل أزمات في المنطقة هذا شيء غلط. أولا هو حزب عنده قوة وعنده شعبية، أبينا رضينا أم أبينا، يعني هي متواجدة وهو جزء من الوجود الكردي وله تاريخه، وكذلك حزب العمال الكردستاني وبقية الأحزاب الموجودة. مسألة التعاطي مع إقليم كردستان ووجود الفككة في هذه المنطقة ماذا نسميه؟
كيف نعطي لها الصورة أو التسمية أو المصطلح سواء القانوني أو السياسي أو الواقعي، وكيف نتعاطى معها حتى لا نتعرض للتدخلات سواء من قبل تركيا، لأن الجانب الديمقراطي وكذلك الجانب الإسلامي حتى في أقليم كردستان يتهمون PKK أيضا بأنها تتعاون مع الاستراتيجية الإيرانية وكذلك مع بشار في سابقا، وهي تتحرك ضمن هذه الاستراتيجية للتعامل مع قضايا في المنطقة. فالاتهامات المتبادلة لن تخرجنا من هذا النفق الضيق طيب الذي نعطي يعني من واقعنا، يعني أصبحنا ضحية لهذه التحركات الأقليمية والدولية. طيب بالعودة إليك أستاذ آرام، أستاذ آرام، اليوم هناك حزب العمال الكردستاني لقد منع هجمات النظام التركي السابقة من تحقيق أهدافها، هل تتفق مع من يقول أن هذا الهجوم التركي هو الأخير عسكريا قبل الدخول في عملية سياسية؟ لماذا لا يتم التعامل مع حزب العمال الكردستاني سياسيا على طاولة المفاوضات وفي تركيا؟ لماذا يتم التعامل فقط عسكريا؟ سيد الكريم، يعني منذ العمليات العسكرية الأولى يعني ادعت تركيا بأن هذه العملية ستكون العملية الأخيرة وستشهد بعدها نوع من البدء بالعمليات السياسية. يعني مرارا وتكرارا لمسنا هذا الأمر من الموقف الأمني والعسكري والاستراتيجي التركي، ولكن في هذه المرحلة بداية أود أن أقول إن الموقف السياسي للأحزاب السياسية الكردية في باشور أو في شمال العراق المرتبطة بالأمور السيادية للدولة يجب أن لا تخرج من الموقف الاستراتيجي الفيدرالي للدولة العراقية، وليس من حق أي أحزاب سياسية كردية مشاركة ومجازة من قبل الحكومة الفيدرالية أن يكون جزءا من المشاكل الأمنية والإقليمية خارج إطار الحكومة الفيدرالية العراقية. بعجالة أستاذ أرام، بعجالة، وتعتبر نوع من التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجاورة. لذلك عند يعني متى كان العراق وصاحب قراره؟ متى كان العراق وصاحب قراره؟ ومتى كانت عند تواجد الأحزاب الكردية في باشور عند تواجدها لسنوات عدة في إيران تعالت الأصوات من قبل المواطنين الأكراد في روجالات أو في شرق كردستان حول خروجه من 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 إيران؟ التحركات الكردية مرحلة الكفاح المسلح وثورات هي تختلف عن الواقع الكردي. أستاذ سامي، دعا أستاذ أرام يكمل كلامه. الالتفاف حول الموقف السياسي الكردي، يعني الآن يتكلم عن العراق كأن العراق هناك عراق صاحب قراره ويسيطر على القرار العراقي. وأنا أتكلم عن السيادة. لقد سلب منه من قبل إيران ودول الأقليم. يعني ضيوفي الأعزاء قاطعك في الحديث. اسمح لي سيد الكريم، يعني نحن عشنا مرحلة الثورة المسلحة في باشور لحد الانتفاضة، كنا نلتجئ إلى هذه الدولة أو ذاك سواء سوريا أو تركيا أو إيران، ولم نلتمس أي مطالبات كردية بابتعادنا عن تواجدنا في هذه الدولة أو ذاك. إنما يجري الآن تجاه العمال الكردستاني ليس هي تعالي الأصوات الوطنية، وإنما هي تعالي أصوات سياسية وحزبية وعلى رأسها الديمقراطي الكردستاني، لأنها تعتبر التواجد العمال الكردستاني خطر على وجودها السياسي، لأنها تفتقر إلى تقديم ممارسة ديمقراطية حقيقية للسلطة سواء في إقليم كردستان العراق أو كجزء مشارك للعملية السياسية الفيدرالية في المركز. وصلت الفكرة أستاذ أرام، وصلت الفكرة. أعذرني على المقاطعة، لقد تجاوزنا الوقت المخصص للبرنامج. أشكركم جزيل الشكر ضيوفي الكرام على كل هذه الآراء والتحليلات. الخطاب غير عادل.
كان لك ان تعطيني الفرصه لكي ارد على ضيوفي الاعزاء. ضيوفي الاعزاء اخذت الوقت كثيرا ولم انا 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 لا ادافع عن جمعيه. ضيوفي الاعزاء لقد تجاوزنا الوقت المخصص للبرنامج. اشكركم جزيل الشكر ضيوفي الكرام على كل هذه الاراء والتحليلات، الباحث والحقوقي آرام حاجي ومن دهوك المحلل السياسي سامي ريكاني. مشاهدينا الكرام، نقاش حول هذه المواضيع يمكنكم زياره موقعنا الالكتروني اليوم تي في دوت نت للمشاركه وابداء الراي. الى اللقاء.